حلقة جديدة من منشط أحمر، معي أنا ريمان عيسى. إلى أبرز المنشطات. الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة بسعة 1640 ميجاوات. والعراق بحاجة إلى إجراءات عاجلة تعالج تأخر تشكيل الحكومة، يقول تقرير أوروبي. تسعة وعشرون ألف نوع من الدواء غير خاضع للفحص. تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة تزدهر في العراق بحماية الأحزاب. صدامات وأطلاق نار بين القوات الأمنية ومحتجين أمام شركة نفطية في قضاء الكحلة. أهلا بكم. مع إعلان ترشيح محمد الشيع السوداني لرئاسة الوزراء، بدأت سيناريوهات كثيرة ترسم بشأن مستقبل الحكومة التي ستتشكل وملامحها وطبيعة التحديات التي قد تواجهها، بدءا من التحديات السياسية والاقتصادية، وليس انتهاء بالشارع الغاضب الذي ينتظر إصلاحا حقيقيا ينهي حقبة مضطربة من عمر العملية السياسية. إذن يقول تقرير أوروبي إن العراق بحاجة إلى إجراءات عاجلة تعالج تأخر تشكيل الحكومة لأكثر من 9 أشهر، ويشير إلى أن الشلل المزمن في العملية السياسية قد يخلف فراغا للسلطة يؤدي إلى استمرارية عدم استقرار البلاد. ويشير التقرير إلى أن الطريق المسدود في بغداد سيستمر لحين انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية، الذي بدوره سيكلف رئيس الوزراء المنتخب لتشكيل الحكومة، وسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة 30 يوما ليحصل على مصادقة البرلمان على تشكيلة الكابينة وبرنامج الحكومة وفقا للدستور العراقي الذي تحدد مواده آليات تشكيل الحكومة الجديدة. ويواصل التقرير أن أي حكومة عراقية جديدة يتوجب عليها في خضم هذا الوضع المتشنج أن تسارع بمهمة عاجلة في ترسيخ استقرار مؤسسات الدولة واستعادة ثقة الشعب بها، وأن كل هذه الأمور تجعل من الوارد جدا حدوث اضطرابات أخرى، خاصة وأن التيار الصدري بات يعارض من خارج البرلمان وليس من داخله. إذن أناقش هذا المانشيت، لكن قبل أن أناقش هذا المانشيت مع ضيفي النائب المستقل حسين عرب، أبدأ بتغريدة للسيد حسين عرب كتبها يوم أمس على تويتر، قال فيها ما نصه: السوداني أول رئيس وزراء من الداخل، وهي خطوة أولى تستحق الوقوف عندها. كما كتب عرب قائلا: الجلسة المقبلة لمجلس النواب سيكون فيها حسم رئيس الجمهورية، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب هو للمستقلين. إذن أرحب بالنائب المستقل حسين عرب، أهلا بك في منشط أحمر سيد حسين، ولنتحدث قليلا عن ملامح الحكومة المقبلة وتحديدا تغريدتك التي قلت فيها بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيكون من حصة المستقلين. كيف وصلتم إلى هذا المنصب، وما هي الضمانات، ويعني هل ما قلته يوم أمس في التغريدة هي معلومة أم ماذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى مشاهدين قناتكم الكرام. بالتأكيد إحنا لدينا مفاوضات
واجتماعات كثيرة مع أغلب الكتل السياسية، إذا كانت الكردية والسنية والشيعية والجميع، وقمنا بالكثير من الجولات سابقا، واستطعنا بفضل جهود بعض النواب المستقلين والإدارة الموجودة للمستقلين والجبهة التنسيقية للمستقلين أن نجمع بعض الأطراف ونلين بعض المواقف السياسية. النائب الأول اليوم هو من حصة المكون الشيعي، لذلك اقترحنا أكثر من مرة أن يكون هذا المنصب هو حصرا في هذه الفترة بالذات إلى الأخوان النواب المستقلين. وهذا الاقتراح وجد إدانة صاغية على بعض الكتل السياسية وخصوصا القيادات السياسية، ونعتقد خلال الأيام السابقة كان هنالك استجابة لهذا المطلب. نعم سيد حسين، قلت بأنكم نجحتم بتليين بعض المواقف للقوى السياسية، كيف تم هذا التليين؟ على ماذا اتفقتم؟ ما هي كانت محور هذه الاجتماعات أو هذا التليين؟ يعني المستقلين لم ينتموا إلى أي جهة معينة على حساب جهة أخرى، كانوا مصدر لحل أزمة وليس مصدر للمشكلة. كنا دائما نوصل رسائل ما بين الأخوة الفرقاء أنكم يجب أن تجتمعوا، تذهبون برأي حتى إذا كان رأي مختلف. حتى كان ذهابنا للأخوة الكرد في إقليم كردستان للسيد مسعود برزاني وإلى كل الأخوة في اليكتي أو البارتي، عليكم أن تتفقوا حتى في خلافكم. يعني اليوم إذا أنا أذهب إلى مجلس النواب العراقي وأصوت بدون الاتفاق على مرشح واحد، يجب أن تتفقوا في حال لم يكن الصوت لكم أو رئيس الجمهورية هو لكم، فماذا هو الحل؟ الإجراءات المتبعة ما بعد التصويت ما هي؟ الحمد لله والشكر هذه الأفكار لاقت استحسان بعض الكتل السياسية وبعض القيادات السياسية، إذا كانت الشيعية أو السنية أو الكردية. أيضا بشأن اليوم جنابك تحدثتي على التغريدة، العفو، بما يخص النواب المستقلين، هذا المنصب يستحسن أن يعطى إلى النواب المستقلين وأن يكون هذا عنوان جديد لأن يكون مستقلين مشاركين في مجلس النواب العراقي بمنصب أعلى تشريعي، ويكون هذا المنصب من حصته. أنت ذكرت نقطة مهمة سيد حسين، تشير إلى الطريقة التي تدار بها البلاد منذ ما بعد 2003 وهي المخاصصة. قلت بأنه هذا المنصب هو للمكون الشيعي. اليوم المستقلون بكل أطيافهم ومكوناتهم، هل نستطيع أن نقول أن هذه الخطوة هي ربما بداية لنظام سياسي جديد بعيد عن المحاصصة؟ يعني هناك مرونة من حيث توزيع المناصب، أنه ليس كما اعتدنا عليها سابقا بناء على المحاصصة؟ بالتأكيد. أنا حفاجئك بقضية واحدة، إحنا رشحنا لهذا المنصب شخص كردي من المكون الشيعي، وهذه بداية حقيقية لأن يكون هنالك يعني إلغاء للمحاصصة السياسية، ونحن بالعكس نذهب باتجاه خطوات أساسية في الحكومة العراقية المقبلة. نحن نريد أن لا تكون هناك محاصصة، وأن تكون الحكومة على أوجه الكفاءات، وأن يكون رئيس الحكومة المقبل إن شاء الله إذا كلف في جلسة يوم السبت، إذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية، إذا ما تحقق النصاب إن شاء الله، يكون هناك ذهاب إلى تكليف رئيس الوزراء، ولكن نرغب بأن تكون هنالك حكومة يمثلها رؤية رئيس الحكومة، ويكون برنامجها برنامج وطني حقيقي يكون للكفاءة معيار واضح وملموس لدى الشارع العراقي. الكل لا يرغب بالمحاصصة، والكل يذهب إلى التحاصص في هذه الحكومات سابقا أو حاليا. طب سيد حسين، يعني أنت أعود لتغريدتك يوم أمس، قلت بأنه يعني السيد السوداني هو أول رئيس وزراء من الداخل العراقي. ما الذي تقصده؟ ماذا يعني من الداخل العراقي؟ ولماذا يجب أن نتوقف عند هذه الخطوة ونعتبرها ربما بداية لتغيير أو بداية لأمل جديد بالنسبة للعراقيين؟
يعني بصراحة أتحدث كمستقلين كنا نبحث عن يكون على أن يكون رئيس وزراء غير مستورد من العراقيين الذين عاشوا في الداخل، من العراقيين الذين لم يهاجروا، من العراقيين الذين تحملوا الحصار ومصائب قبل 2003 وبعد 2003. لذلك هذه الخطوة الأولى أن يتولى من بيننا رئيسا للوزراء يكون من عراقيي الداخل، هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة إلينا. والخطوة الأخرى هو أن يذهب في حكومة غير محسوبة للمحصلة الحزبية، أن يكون هنالك حصة حقيقية للمدنيين وأن يكون حصة للتدرج الوظيفي في هذه الحكومة. دعمنا بأمانة أقولها، دعمنا كل ما نستطيع بأن يكون الاسم المرشح لرئيس الحكومة هو من العراقي الداخل وليس من العراقيين المستوردين، بحجة أن العراقيين الخارج لديهم دعم خارجي. نحن نريد أن يحكم عراقي الداخل وليس عراقي الخارج، وليس من يمتلكون الجناسي المزدوجة أكثر من جنسية. نحن نريد رئيس وزراء ذا جنسية واحدة وأهله وعشيرته موجودين داخل العراق حتى يستطيع أن يحكم البلد بشكل أخوي وشكل مدني وشكل يحكمه بعدالة اجتماعية. طبعا سيد حسين، بهذه الأثناء التي تتحدث بها هناك احتجاجات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد لعدد من أنصار التيار الصدري الذين بدأت أعدادهم تزداد، كيف تفسر هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ هل فعلا أن الشارع سينهض؟ يعني أنا لما أتكلم على أصل المبدأ، يعني الاسم ما يهمني، يعني أنا بأمانة أقولها. بعدين مظاهرات الأخوة التيار الصدري أو غير التيار الصدري وسيلة تعبير عن الرأي، وأنا أعتقد من حق كل مواطن يتظاهر ويعبر عن رأيه. وبأمانة أقولها، اليوم يجب أن يكون للسيد السوداني أن يقدم برنامج الحكومي قد يرضي هذا البرنامج، قد يرضي المتظاهرين والشعب وقد ينال استحسانهم أو قد لا ينال استحسانهم. هذه المظاهرات هي من حق كل مواطن عراقي، ولكن شريطة ألا تمس ممتلكات وأمن الدولة والمواطنين. وبأمانة أقولها، الصدريين قد ضحوا بأمانة كبيرة، قد ضحوا بمقاعد كبيرة في سبيل أن يبرهنوا أنهم زاهدي المناصب، ونحن اليوم نرى استحسان مواقفهم، استحسان أو استمزاج آرائهم بموضوعة رئاسة الحكومة الوزارات. هذا شيء غير معيب، بالعكس هذا شيء جيد. علينا جميعا أن نراعي أنهم ذهبوا من البرلمان، ولكن هل هم شركاء بالعملية السياسية؟ نعم، الصدريين شركاء أساسيين بالعملية السياسية، وعلينا احترام وجهة نظرهم، وعلينا أيضا أن نتحاور بشكل جدي وحقيقي وواقعي مع الكل. سيد حسين، أنا يعني أعرف أنك يعني لست من ضمن التيار الصدري ولا تتحدث باسمهم، ولكنك يبدو أن لديك معلومات. قلت بأنه هم مشاركين في العملية السياسية، نحن أمام تشكيل حكومة هم لا يريدون أن يكونوا جزءا منها، كيف ستتجلى هذه المشاركة السياسية التي تحدثت عنها برأيك؟ يعني أنا أقول شاركهم بالآراء، تستمزج آراءهم. اليوم هم كفاعل سياسي، فاعل سياسي موجود، لكن ككتلة نيابية داخل البرلمان غير موجودة. لكن هاي الكتلة النيابية شقد كان عددها؟ كان عددها 73 مقعد أو 75 مقعد. لذلك اليوم هاي القوة أو العدد النيابي الذي ذهب خارج المجلس اليوم عنده جمهور واقعي وحقيقي، موجود عندهم كتلة صدرية وكمكتب سياسي. علينا استمزاج آرائهم. هسه قد يكون لا يرغبون بأن يكونوا حتى شركاء بالرأي، ولكن الآن يجب علينا إرضاء الجميع حتى نمضي بحكومة تكون حكومة قوية والكل راض عنها وتمضي لانتخابات مبكرة. سيد حسين، إرضاء الجميع، سأتوقف كثيرا عند هذه الجملة أو هذا التصريح منك. أنتم
المستقلين، دخلتم إلى العملية السياسية بروح جديدة، كان هناك آمال من الشارع العراقي يعني وضعوها بكم بالتغيير. اليوم نحن نتحدث عن هذه الانتقاسات وهذه الكلمة إرضاء الجميع، من سترضون؟ كيف سيرضون هؤلاء؟ يعني عن من نتحدث هنا؟ هل أنتم كمستقلين ضعتم وسط هذه الانقسامات السياسية، أم أنكم بحاجة فقط إلى القليل من الوقت لتكتسبوا مزيد من التجربة السياسية؟ يعني بالتأكيد أنا أقول رضاء الجميع، لكون لا نستطيع، الدستور يحكمنا بمواده، الثلثين لن يتحقق بمجموعة نواب، الثلثين يتحقق بمجموعة كتل سياسية، وهذا ما لم يستطع تحقيق التحالف الثلاثي ولا أي تحالف آخر. لذلك إما علينا أن نغير بعض مواد الدستور، إما علينا أن نمضي بإرضاء الثلثين أو أكثر. وأنا أقولها بصراحة، اليوم الحزبيين الكرديين إذا واحد منهم ما رضى هنالك مشكلة كبيرة. أيضا الكتل الشيعية اليوم أكو إطار تنسيقي وأكو تيار صدري وأكو نواب مستقلين، مثل ما تفضلت جنابك، النواب المستقلين نواب أفراد، كل واحد منهم يعتقد هو كتلة سياسية واحدة، جمعهم بمنهج واحد مكون صحيح. يتطلب المزيد من الوقت، بعيدين عن التقسيمات والمكونات. لا طبعا بالتأكيد لا يتبعوا، بأمانة أقولها، شيعيهم سني وسنهم وسنتهم شيعة وكردهم شيعة وكردهم سنة، المستقلين لا ينتمون لأي مكون ولا لأي طائفة، ينتمون للعراق، وهذا ما أقوله بأمانة. نحن من الممكن أن نساند أي كتلة سياسية شريطة أن تكون ذهابها مع خدمة البلد، خدمة العراق، لا نرغب بأن نكون نحن جزء من المشكلة، نرغب أن نكون جزء من الحل. وبالتالي أنا أقول لك أنه هذه الفترة أصبحت لدينا خبرة حقيقية كمستقلين كنواب أفراد لأن ندير ملف كبير مثل النائب الأول أو مثل ملف حتى الحكومة. نعتقد أنهم نواب الأفراد كانوا سبب، بأمانة أقولها، سبب تعطيل، ولكن في المستقبل أنا أقول أنه هذا النواب الأفراد لن يكون هناك نواب أفراد، سوف يكون هناك تحالفات حقيقية كبيرة، وتمضي النواب المستقبل يكون في كتلة فاعلة في البرلمان العراقي في الأيام المقبلة إن شاء الله. بما أنك تتحدث يعني سيد حسين بأنكم اكتسبتم التجربة السياسية وأنكم ستكونون جزءا من الحل، يعني حدثني قليلا عن أولويات المستقلين اليوم داخل قبة البرلمان العراقي، ماذا ستفعلون وما هو البرنامج لديكم؟ يعني بأمانة أقولها، إحنا أول شيء، أول خطوة أنه وحدنا جزء كبير من المستقلين تحت مسمى هو الجبهة التنسيقية للمستقلين، وبعض التحالفات الصغيرة وبعض التحالفات الكبيرة اللي تجمعت وتجمعنا تحت، أولا هو يعني الجبهة التنسيقية للمستقلين، ثانيا بدأنا نتفق على مشاريع قوانين تفيد الناس العراقيين، وبدأنا أن نفكر بمشروع سياسي مستقبلي يجمع النواب المستقلين حتى يكون هنالك، نكون قوة فاعلة نستطيع إرغام الآخرين على احترام وجهة النظر المدنية. بأمانة أقولها، نحن نمثل اللون المدني، نحن ليس لدينا جهات مسلحة ولا نريد ذلك ولسنا مهتمين بها، نعتقد أنه اللون المدني، الإسلام السياسي موجود ولكن اللون المدني مفقود. الآن هذا اللون موجود في النواب المستقلين، وساعين بأن يتكون لدينا لون مدني وأن نكون شركاء بالقرار السياسي الحقيقي. صوتنا داخل مجلس النواب العراقي موجود، وصوتنا خارج المجلس كجمهور شعبي موجود، نمتلك أكبر كتلة شعبية أصوات، طبعا مو مقاعد نيابية، تحضون بوزارات بمناصب أخرى، ليس فقط لن يتوقف الموضوع عند النائب الأول لمجلس النواب. نعتقد وجودنا بالعملية السياسية مهم، راح ينطي شرعية أخلاقية للحكومة المقبلة، هاي نقطة مهمة سيدتي العزيزة. نعم. وجود أو مشاركة النواب أو الكتل السياسية المستقلة
أو الكتل الناشئة المستقلة في الحكومة المقبلة تعطيها لونا شرعيا أخلاقيا حقيقي. ولذلك ننتظر من السيد المكلف أو الذي سوف يكلف، من الممكن الأمور قد تتغير، ننتظر منه أن نناقش بموضوع البرنامج الحكومي وما هي آليات تشكيل حكومة. إذا كانت محاصصة بالتأكيد لن نشترك بحكومة محاصصة تكون فيها الكتل السياسية الحزبية تتحاصص في الوزارات ونذهب كما ذهبت الحكومات السابقة، لن نشترك. لكن الإطار جزء من عندنا كبير ذاهب إلى المعارضة. سيد حسين، بأنه تم توزيع أغلب المناصب والوزارات في الحكومة القادمة بطريقة المحاصصة. أنا أؤكد لك لحد هذه اللحظة، لحد هذا اليوم، لا يوجد هنالك أي شيء من هذا القبيل، وهذا تأكيد لأنهم أصلا يتحاورون معنا، يعني مو فقط الإطار، باقي الكتل السياسية، الكتل الناشئة يستميلوننا بالمشاركة بالحكومة، وبعض النواب المستقلين المعارضين لن يشتركوا، وأقولها بصريح العبارة، وسوف يكونون في جبهة المعارضة. نحن لدينا الفكرة بأن طبعا مشاركتنا متعلقة بنوع الحكومة، لون الحكومة، وضع الحكومة، ما هو برنامجها. نحن لا نريد أن نفشل، بأمانة أقول جماهيرنا في مناطقنا يتطلع إلى تجربة ناجحة من النواب المستقلين. لن نكون تجربة فشل أبدا، ولن نشترك بحكومة نراها نحن فاشلة، ولن تكون هنالك مرضية للشعب العراقي. بكل الأحوال سيد حسين عرب، نتمنى كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا لك النائب المستقل، كنت ضيفي في هذا المانشيت. أهلا بكم في المانشيت الثاني. وفي زمن بات كل شيء فيه مزيفا، لا غرابة في أن يدخل الغش التجاري حتى إلى مجال الأدوية. العشرات من العلامات التجارية تملأ الصيدليات بأدوية لا تعرف مكوناتها ولا مصادرها ولا آليات تصنيعها، وتعد خطورة انتشار الأدوية المغشوشة أكبر من خطورة انتشار أي شيء مزيف آخر حول العالم بما فيه الغذاء، لما لها من تداعيات خطيرة على جسم الإنسان وصحته. أوجد الكثير من تلك الأدوية طريقها إلى باعة الأرصفة بدلا من الصيدليات بسبب غياب الرقابة. وبلغة الأرقام، فإن مسؤولين في قطاع الصحة كشفوا عن وجود ما لا يقل عن 29 ألف نوع من الأدوية المغشوشة في الأسواق، يشكل ذلك واحدا من أكثر الملفات خطورة في ظل غياب الرقابة على تداول المواد الطبية. ومع انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة بهذا الكم الهائل، إلا أن مصادرها ما تزال مجهولة في الغالب، في وقت يتحدث فيه مسؤولون عن أن مافيات متنفذة تسيطر على تجارة الأدوية الفاسدة التي تدر الملايين من الدولارات سنويا. ولا يقتصر الفساد في هذا الملف على التهريب فحسب، بل عمليات سرقة للأدوية تجري في المستشفيات والمخازن التابعة لوزارة الصحة، ليتم بيعها في السوق السوداء عبر تجار وشبكات محلية. المتحدث باسم نقابة الصيادلة في العراق محمد شاروخان من بغداد ينضم معي للحديث أكثر في هذا المانشيت. أهلا بك سيد محمد، كيف تعلق على هذه الأرقام؟ من يسمح ومن يسهل عمليات انتشار الأدوية المغشوشة اليوم في العراق؟ من هي الجهات التي تقف خلف هذا الملف؟ اهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم البرنامج مانشيت احمر. طبعا تجارة الأدوية المغشوشة اكيد هي من التجارات الموجودة باغلب دول العالم اللي تعاني من اي فوضى قانونية وغيرها. طبعا المنفذ الرئيسي لدخول الأدوية المغشوشة هو اكيد المنافذ الحدوديه، مثل ما نعرف المنافذ الحدوديه تتسرب منها اشياء يمكن قد تكون اكثر خطوره بكثير،
مثل الأشياء الممنوعة ومثل الأشياء الممنوعة والمخدرات وغيرها. وأكو عوامل كثيرة قد تكون حتى عوامل اقتصادية همينة تساهم برواج هذه التجارة، من ضمنها انقطاع أو الطلب الزائد على نوعيات معينة من الأدوية اللي يستخدمها أغلب الشعب العراقي. فتجار خلينا نقول تجار السوق السوداء او تجار الشنطه يروحون يضربون هذه الادويه، وهي عاده تضرب في الصين، حيث يعني من خلال البحث والتقصي اللي احنا دائما نقوم به اكو معامل مختصه بالصين تقوم بتزوير اي دواء حتى تصدره لدول عالميه كثيره، طبعا من ضمنها العراق. طيب سيد محمد، يعني يتحدث البعض ويقول بأنه الأدوية المغشوشة منتشرة إلى الحد الذي تباع فيه على الطرقات والباعة المتجولين، كنقابة صيادلة كيف تلاحقون هذه البسطات أو هذه العمليات؟ طبعا نشوف بين الحين والاخر حتى بعض الفيديوهات تنزل للبسطات اللي تبيع الادويه، وحتى في كثير من الصيدليات الوهميه اللي موجوده عاده باطراف المدن او بالمناطق الريفيه وغيرها. مثل ما تعرفين احنا نقابه مهنيه عماليه، احنا منظمه مجتمع مدني، صح عندنا قانون مزاوله مهنه الصيدله وقانون نقابه الصيادله، احنا نمثل شريحه الصيادله والمؤسسات الصيدلانيه الرسميه، فما عندنا اي جهه تنفيذيه نقوم بمكافحتها، لكن من خلال علاقاتنا وتواصلنا مع كل الجهات الرسمية نقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة. فمثلا قبل يومين السيد نقيب الصيادلة الدكتور مصطفى الهيتي زار المدير عام الجديد لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفقوا على آلية لجمع كل الناس اللي عندهم شأن أو مختصين بهذا الموضوع اللي هي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ووزارة الداخلية اللي هي الجريمة المنظمة، وكذلك مديريات الحدود أو المنافذ الحدودية، واتفقوا مو بس على أنه يخلون خطة، أيضا اتفقوا على أنه هذه الخطة تراجع كل شهرين، وإحنا هنا دورنا راح يكون استشاري حتى ننطيهم النصح والإرشاد شلون نحد من هذه الظاهرة. عموما إحنا عندنا فرق تفتيشية بالنقابة تفتش على، إذا تسمحي لي بس بهاي النقطة، تفتش على الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية الرسمية، لكن بالحملات التفتيشية من نشوف صيدليات وهمية، طبعا احنا ما عندنا السلطة عليها انه نسدها او نروح عليها، فنسوي تحريز بالجي بي اس ونسوي تقارير وننطيها لوزارة الداخلية اللي هي المفروض بدورها تروح وتغلق هذه المحلات، لانه دا يمارسون بيع أدوية وقد تكون طبعا مجهولة المصدر ومن ناس مو صيادلة وما لهم علاقة، وهي أصلا مؤسسة صيدلانية غير رسمية، يعني احنا حتى ما نحب نسميها صيدلية وهمية، نسميها محل يبيع الأدوية بطريقة غير شرعية أو غير قانونية. الفكرة فيما يخص هذه النقطة، ولنكون يعني أكثر فائدة في هذا المنشط سيد محمد، يعني دعنا نتحدث عن أهم الأدوية وأكثر الأدوية التي تغش ومنتشرة في العراق ويتم شراؤها من قبل المواطنين، يعني ما هي أكثر هذه الأدوية سهولة في الغش؟ ثانيا، ما هو حجم الضرر التي أو الذي قد تسببه هذه الأدوية على صحة الإنسان الذي يستخدمها؟ يعني شوفي حتى اكون صريح وياك، يعني احنا موجودين بالسوق واني يعني احنا اللي نقدر نقول لك شنو حجم الادويه المغشوشه. اكو تهويل اعلامي نوعا ما على الادويه المغشوشه، بس هي مو موجوده، لا نعم موجوده. عاده كل دواء يزيد عليه الطلب لانه هو اللي يغش الدواء يريد يبيع كميات كبيره، فكل الادويه اللي عليها طلب كبير يروحون يحاولون يغشوها ويجيبون وجبه مغشوشه حتى من اجل الربح السريع والبيع السريع. عاده تجي وجبات تكتشف بسرعه بالسوق بين ما نكتشفها او الصيادله يكتشفوها، وبعدها تتوقف هذه الوجبه ويروحون مره ثانيه يحاول يروح يجيب وجبه ثانيه من دواء اخر وهكذا. طبعا الاثر السلبي
سلبي معروف، وهو هذا احنا واجبنا كصيادله، هذا واجب المهني والانساني. يعني انا نفسي مواطن همي انا اروح اشتري الدواء لوالدتي ولوالدي من صيدليه وما اقبل انه يكون مغشوش. دواء السكر مثلا ما راح يشتغل، دواء الضغط راح ياخذه هو طحين يمكن ما راح يشتغل، فاكيد له اثر سلبي. اضافه الى ذلك الادويه، اصلا الادويه حتى اللي هي أدوية صحيحة وسليمة بس مهربة من دول الجوار. أيضا ظروف الخزن والشحن اللي تجي به، أيضا أنا ما أعرف خصوصا درجات الحرارة العالية وغيرها، ما أعرف شنو مصدرها، ما أعرف شلون دخلت، ما أعرف شلون خزنت. فإحنا كتفكير استراتيجي من نقابة قلنا خلينا نروح نتعاون ويا وزارة الداخلية ونروح نتعاون ويا المنافذ الحدودية حتى نشوف ايش يحتاجون حتى نحد من هاي الظاهر. لأن أنا ما معقولة مثلا 10,000 باكيت يتفرط بالسوق وأقعد ألاحق. نعم، لمستم تعاون من قبل وزارة الداخلية؟ طبعا طبعا اكيد، قلت لك قبل يومين كان اكو لقاء مع السيد النقيب بوزارة الداخلية واتفقوا على انه نخلي خطة شنو الحلول اللي لازم نشتغل عليها. واحنا شخصيا كنقابة السيد النقيب طلب انه جمع كل الاطراف، وفد من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والمنافذ الحدودية. فهذه 10,000 باكيت مثلا بدل ما تطاردها بين مدن العراق، لا امنعها من البداية من المنفذ الحدودي، وبالتالي هم الجهات التنفيذية اللي هي لازم تتخذ. ولكن هذه الخطوات يعني شغلتنا تحدثنا بها كثيرا سيد محمد في مانشيت احمر، انه سيكون هناك خطة لضبط المنافذ وضبط عمليات تهريب الأدوية، يعني ولم نشاهد أي أثر لها حتى هذا اليوم. طبعا حق الرد مكفول لوزارة الداخلية لتظهر وتوضح لنا بس أكو تطور. حقيقة طبعاً. أكو تطور من أي ناحية؟ من ضبط عمليات التهريب؟ بس يعني اني واحد من الناس متابع لصفحاتهم على الفيسبوك، كل كم يوم نشوف ضبط كميه ادويه، ضبط كميات ادويه مهربه او مزوره. يعني اكو في التطور بالموضوع. اذا تلاحظين انت ومن خلال رصدكم الاعلامي راح تشوفون هناك كميات كبيره تضبط، مو بس من الادويه، من الادويه وغير شيء. يعني نحن ايضا من خلال رصدنا الاعلامي يعني نشاهد كيف تدخل الأدوية يعني بدفع مبالغ بسيطة ربما تؤدي إلى عدم تفتيش بعض السيارات. لكن يعني لن أتحدث معك في هذا الجانب لأنه ليس من اختصاصك، أنتظر أن أفتح هذا الملف مرة أخرى ربما ويكون ضيفي أحد من وزارة الداخلية. سيد محمد، يعني لنتحدث قليلا أكثر عن والمنافذ الحدودية. عن صحيح، وسأعود وأفتح هذا الملف وربما تكون أنت أيضا ضيفي. ستحدث عن موضوع وعامل الثقة المفقود اليوم لدى المواطن العراقي في الصيدليات العراقية. كثير من العوائل العراقية والمواطنين العراقيين لا يلجؤون إلى الصيدليات العراقية، يذهبون لشراء الدواء من الخارج أو التوصية من الخارج لأنهم ليس لديهم ثقة بما يباع في الصيدليات العراقية. كنقابة صيادلة كيف يمكن استرجاع هذه الثقة للمواطنين؟ أكيد أنتم يعني تلمسون هذا الموضوع. نعم أكيد صح، بس واحد صحيح، بس أنت عندك 41 مليون عراقي، السوق الدوائي بالقطاع الخاص تقريبا 2 مليار دولار بالسنة، هذه تنشر بها أدوية من الناس، وفي بعض الإحصائيات تقول 4 مليار دولار. أكو مشكلة بالعراق، الناس اللي تطلب الأدوية من الخارج هي من أدوية تابعة لشركات أدوية غادرة العراق وما موجودة. أنا واحد من الناس أتوصى على كثير من الأدوية خصوصا بعض الاختصاصات الدقيقة والسرطانية وغيرها حتى نجيبها من خارج العراق. بالنسبة للثقة صحيح طبعا، احنا مع الأسف بمجتمعنا وبهذه الفوضى اللي نعيشها انفقدت الثقة في كثير من نواحي الحياة. احنا كصيادلة متخرجين من هذا البلد ونشتغل في هذا البلد، اكيد يهمنا انه نشتغل على هذه الثقة. ربما اكثر شيء اللي يعاني منه الجمهور يقول لك الأدوية غالية، الأدوية غالية، الأدوية غالية. راح يظل المواطن يعاني من هذا الموضوع. ليش؟ لانه بالتالي 100% من الأدوية
بالقطاع الخاص يشتريها المواطن من جيبه out of the pocket. 60% من الشعب العراقي يشتري أدويته بل كل الخدمات الطبية من جيبه، وهذه تعتبر نسبة كبيرة جدا إذا ما قارناها بدول أخرى. فعلى سبيل المثال في تركيا 18% فقط من عندهم يعتمدون على جيبهم الخاص، في إيران 35%، في الأردن 30%. إذا ما رحنا إلى دول أكثر تطورا فرضا في السعودية 15% فقط غير مكفولين، بالكويت 10%. فالمواطن ده يضطر يشتري الدواء من جيبه وده يدفع من جيبه فلوس، وأكيد الأدوية هي عالميا حتى حاليا تعرفين صعدت أسعارها. لذلك صار وجوبا ولزاما تطبيق قانون الضمان الصحي اللي انقر بال 2020، وأنا بالنسبة لي هذا من أهم القوانين العراقية اللي انقرت. إذا بدأ العمل به، وحاليا تشتغل وزارة الصحة بالتخطيط لبداية العمل به، راح يقلل من الضغط اللي صاير على كاهل المواطن وعلى جيبه. سيد محمد، يعني أيضا يعني أريد أن أستفيد منك وأستغل وجودك معي اليوم، وأتمنى يعني أن يكون لديك معلومات عن المصانع الموجودة في أطراف بغداد تحديدا وتصنع أدوية لا تخضع للشروط وتقوم بغش الأدوية كذلك. هل لديك معلومات عن هذه المصانع؟ أوكي، طبعا يعني هذا في من ضمن نطاق اختصاصي، وأني مسؤول عن هالكلمة. هذا الكلام لا يوجد له يعني أي صحة من الموضوع نهائيا، وبالعكس احنا نشجع، واكو مصانع وطنية كثيرة دا تنفتح، وصدقيني حتى معاملة فتح المصنع، لا أتحدث عن المصانع الشرعية، أخذ كل الموافقات. ربما فهمتني بشكل خاطئ سيد محمد. أبدا لا أقصد المصانع الشرعية. المصانع القانونية. أوكي تمام آسف. نعم، هذه التجارة صارت رائجة في وقت كورونا، وإذا تشوفون حتى بوسائل الإعلام وحتى إحنا هم ساهمنا في مسك كثير من هذه الأدوية. أنا سامع بصراحة أكو مصانع موجودة على أطراف كردستان. تعرفين صارت حاجة ماسة، الصين انسدت، دول العالم كلها انسدت، صارت حاجة ماسة كبيرة على بعض الأدوية التي تستخدم في علاج جائحة كورونا، من ضمنها كثير من الوجبات اللي مسكناها اللي هي مغشوشة ومعبأة بالداخل، مثلا فيتامين سي على سبيل المثال، والأدوية الأخرى الباراسيتامول وغيرها، كانت موجودة ورائجة نعم، لأنه أكو طلب كبير جدا عليها، لكن حاليا كلها ذابت وراحت. يعني هي كانت مسألة آنية استغلالية بسبب وضع أو كارثة صحية، بس حاليا ما راح توفي وياهم يشتغلون بهذا الموضوع، لأنه عاد الطلب طبيعي على كل أنواع الأدوية. وكثير من الأدوية مهما يكون يحاول يغشها ما راح يقدر يغشها، لذلك يستعينون بالمغشوش اللي يجي من برا، اللي هم يستنسخوه نسخة طبق الأصل مثلا بالصين. وتعرفين الصين هاي تجارتها يعني تجارة رائجة جدا بكل أنواع السلع لكل العالم، بالفيك اندستري أو الفيك ميديسنز. وهي تجارة الأدوية تعتبر من أهم التجارات على مستوى العالم، وربما أهم من تجارة طبعاً الأسلحة. سيد محمد، يعني لنتوقف قليلا عند كيف يمكن للمواطن العادي أن يكتشف أن هذا الدواء مغشوش، يعني أريد منك بعض الإرشادات تفيد المواطنين وكل من يستمع الآن إلينا أن يعرف بأن هذه العبوة مغشوشة، على ماذا يجب أن يركز؟ تفضل. أول نصيحة للمواطن العراقي، اشتري دوائك من صيدلية رسمية واشتريها من صيدلي، ابحث عن الصيدلي، عندك 35 ألف صيدلي موجود بالعراق مصرح له بأن يزاول مهنته، حتى باكر عقبه إذا يصير أي خطأ احنا نحاسب الصيدلي وانت متحاسب الصيدلي. فأول نصيحة، اشتري دوائك من صيدلية رسمية وابحث عن الصيدلي واشتري منه، لأن هو راح يعطيك الدواء وراح يعطيك النصيحة الصيدلانية المهمة. لذلك انت هسه من تقولي لي اكو بسطيات تبيع أدوية، ما هو الناس لو الناس ما تشتري الأدوية من بسطيات كان هذه البسطيات ما فتحت.
فهي هذه المشكلة. فإحنا بنفس الوقت نطالب من الجهات التنفيذية المسؤولة أنه تكافح هذه الظاهرة، بس إحنا بنطلب من الناس أيضا أنه يكافحون هذه الظاهرة. ما أشتري من بسطية، ما أشتري من صيدلية وهمية واقف بها واحد مو صيدلي، لأنه هذه مقانونة. هاي النصيحة واحد. النصيحة الثانية، يتابعون دائما الصفحة والويب سايت مع نقابة الصيادلة، لأن إحنا بصورة دورية مكاتب الأدوية الرسمية تجي بشكاوي وتجيب لنا، هي شركة الأدوية هي اللي تراقب أدويتها بالسوق. فمن تشوف أكو دواء مخشوش نازل تخاف على سمعتها وتخاف على دواها وتخاف على مريضها، فدا تجي نقابة الصيادلة تجيب الباكيت الأصلي وتجيب الباكيت المو أصلي وتشرحها حتى بالصور. وإحنا للجمهور دا ننشر دائما بين فترة وفترة، وخصوصا الأدوية المهمة جدا اللي هي الأدوية الأكثر صرفا والأدوية المهمة، يعني المهمة جدا لحياة المواطن العراقي. فإحنا دائما ننشر للجمهور، وطبعا بالتعاون مع وزارة الصحة، وبعض الأحيان تجينا إخطارات من وزارة الصحة أنه صارت أكو وجبة بالسوق، وبالتالي إحنا نعرضها للجمهور ونعرضها لكل الصيادلة، أنه يا صيادلة بهذا الدواء المعين بالباتش نمبر المعين نزلت وجبة دواء مخشوشة فأحذروا منها، لربما حتى تعبروا على الصيدلي يعني يكون متشابه جدا. فعادة شركات الأدوية هي اللي تتعاون وتقول ترى أكو وجبة بيها كذا وكذا وكذا. الموضوع الثالث اللي راح يحل الموضوع، من تتسعر كل الأدوية من وزارة الصحة. ليش؟ لأن الدواء اللي راح يتسعر من وزارة الصحة واللي إحنا النقابة نخلي الاستكر عليه بالسعر، هذا الدواء معناها داخل بصورة رسمية مسجل ومفحوص وداخل مختبر الرقابة الدوائية وناجح بالفحص وواصل إليك يا مواطن وعليه استكر مع نقابة الصيادلة وعليه حتى السعر. من راح نوصل 100% من هذه الأدوية، بعد الأدوية الثانية راح تكون نشاز. أي دواء آخر ما عليه استكر وما عليه سعر معناه هذا ما داخل بصورة رسمية، فراح يكون نشاز. هل درستم هذه الخطوات مع وزارة الصحة؟ النصيحة الأولى موضوع الاستكر تحديدا، يعني أتوقف عنده. أي طبعا هي أي موجود موجود، وأكو أدوية تتسعر نسبتها لحد الآن بين 25-30%، ونحن ندفع بكل طاقاتنا وكل ما موجود لتشجيع وزارة الصحة حتى تصعد هذه النسبة أكثر وأكثر، إلى أن نوصل في يوم من الأيام مثل كل دول الجوار كل الأدوية مسعرة وفايتة عن طريق الصحة وزارة الصحة ومسجلة بها ومفحوصة موجودة وعملية. إحنا تقريبا باليوم نقابة الصيادلة تطبع 1.5 مليون استكر، يعني 1.5 مليون باكيت أدوية يتسعر. اي نعم، احنا مو احنا اللي نسعر ومو احنا اللي نسجل، لكن وظيفتنا بهذا الموضوع يجينا الكتاب من وزارة الصحة بالنجاح بالفحص وسعره، احنا نطبع الاستكر ونوزع للمكاتب العلمية اللي هي المستوردين الأدوية، يعني نقول لهم هذا الاستكر وتلزقوه على الأدوية. سيد محمد، يعني ذكرتها انا في بداية هذا المانشيت، يعني مسألة انه الأدوية المغشوشة تعتبر يعني وتشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان وصحة وحتى حياة الإنسان عفوا. هل سبق وأن مرت عليك حالات أو سمعت بحالات فعلا حقيقية كانت يعني أحدثت ضررا بليغا على جسم هذا الشخص بسبب تناوله أو تعاطيه لدواء مغشوش داخل العراق؟ شوفي، حتى اكون يعني حتى اكون دقيق وياك، الادويه المغشوشه هي شنو؟ هي ادويه غير فعاله، الفعاليه مالتها صفر. فمثلا انا اذا اريد اخذ دواء ينزل الضغط حاطين بيه طحين او باودر او نشا او ورفر، فمثل ما دا اخذ كانه شيئا لم يكن. فالضرر مالتها هي مو انه راح يصير بي شيء او راح يتسمم وغيره، الضرر مالتها انه هو دا ياخذ دواء ما راح يشتغل. فكل ما الحاله الصحيه والطبيه تكون اعقد وحاجته اكبر للدواء، كل ما راح يكون التأثير أكثر، لأنه دا ياخذ دواء ما دا يشتغل. يعني اكو بعض الأدوية الإنسان إذا ما ياخذها ممكن يموت، فمن دا ياخذ دواء غير فعال ممكن يموت بسبب انه ما اخذ دواء. بعض الناس مثلا ياخذ ادويه اللي هي تمنع تخثر الدم لانه هو عنده قسطره او عنده حاله قلبيه، فمن راح ياخذ دواء هو ما راح يشتغل، فممكن راح تصير المضاعفات كانه هو ما ماخذ العلاج. فهي هاي المشكله الكبيره اللي بالادويه المغشوشه، هي ادويه غير فعاله ما بيها ماده فعاله، مغشوشه ما بيها اي شيء، ودا ياخذها الانسان مثل ادويه السكر مثلا. قد يكون دواء السكر الانسولين
مثلا طيب. هو دواء اصلي يعني وطالع من الشركه، بس النقل مالته مثلا انضرب الانسولين بسبب درجه الحراره، فالمريض ياخذ الانسولين والسكر مالته ماكو فعاليه، فما راح ينزل مستوى السكر في الدم وهكذا. طيب شروط، انت تحدثت قبل قليل عن شروط تخزين الأدوية، يعني إلى أي مدى هذا الموضوع خاضع للرقابة داخل العراق؟ موضوع التخزين تحديدا لما فيه من أهمية كبرى أيضا على فعالية الدواء وعدم حدوث ربما آثار جانبية ونتائج عكسية على هذا الدواء. كل الشركات الدوائية اللي هي المكاتب العلمية اللي تستورد هي خاضعة أن نقابتنا هي مؤسسة صيدلانية مسؤولة عنها نقابة الصيادلة. إحنا كل سنة يجي المكتب العلمي يجدد إجازة فتح المكتب العلمي وما يقدر يشتغل إذا ما يجدد. إحنا من شروط التجديد هو الكشف على المكتب العلمي، تطلع لجنة من خبراء كاشفين كل سنة يكشفون على المكتب العلمي. أهم النقاط اللي نكشف بها حتى نعطيه إجازة التجديد السنوية هو المخازن. الشيء المفرح والجميل كثير من شركات ومكاتب العلمية الرصينة قامت تفتح مخازن كبيرة جدا وفي مناطق معروفة وموجودة وقامت تأخذ عليها كريدت عالمي أو شهادة عالمية هي الجي أم بي، يعني صارت مخازننا في شركات كثيرة هي خاضعة لشروط وقوانين نفس المخازن العالمية اللي موجودة بأي دولة. المشكلة وين؟ المشكلة بالمهرب. المهرب لا جاي عن طريق مستورد ولا جاي عن طريق صيدلي ولا جاي عن طريق مكتب علمي، هذا يستورده يجيبه بالشاحنات يخليه بالتاير يخليه ويا الطماطة ما أعرف شلون يدخله من الحدود يبيعه. وهي هاي المشكلة اللي هسه هواية مواطنين، أنا أطلع بقنوات كثيرة يقول لي ليش أكو دواء مثلا بمئة ألف أروح ألقاه بغير مكان بخمسين ألف. طبعا هو شو راح يسوي المواطن؟ راح يدعي على اللي باع الهياب بمئة ألف، بس بالحقيقة هاي بسبب التهريب. هذا مهرب، هذا ما داخل بوزارة الصحة. شوفي المستورد ما دافع فلوس على التسجيل وما دافع جمارك وما دافع للفحص وما دافع للخزن، الخزن تكلفة كبيرة، بعض الأدوية لازم درجات الحرارة من 2 إلى 8 من المصنع إلى أن يوصل للمريض، هذه كلها تكلفة كبيرة. صحيح، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم نقابة الصيادلة محمد شهرخان على كل هذه التفصيلات. كنت ضيفي في هذا المانشيت الأخير، وإلى هنا كانت هذه أبرز المانشيتات مشاهدين الكرام. أعدكم يتجدد معنا يوم غد بمانشيتات جديدة. إلى اللقاء.